بسم الله الرحمن الرحيم. اجتمع مجلس الوزراء اليوم الخميس 18 رمضان 1437 للهجرة، موافق 23 يونيو 2016 ميلادي، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز. وقد درس المجلس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات، نذكر منها مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار، بيانا يتعلق بمشروع قرار لجنة اليونسكو للتراث العالمي رقم 85 المتعلق بالحظيرة الوطنية لحوض أرجين، وسيتدخل كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والوزير الأمين العام للحكومة للتعليق على مضمون المرسوم والبيان. فليتفضل وزير التعليم العالي والبحث العلمي. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الكريم. كان لي الشرف اليوم نقدم مشروع مرسوم يقضي بإنشاء المجلس الأعلى للبحث العلمي والابتكار. هذا المرسوم يجي في إطار بنية هيكلة وحكامة البحث العلمي، لأن البحث العلمي للأسف موريتاني ما هو منظم ولا غير موجود، به أسباب لأنه ما عنده حكامة مستقلة عن الجامعات والله عن المركز. وهذا كان إرادة الحكومة بعد البيان اللي اصدر 21 أبريل 2016 في إعادة هيكلة التعليم العالي، أن تعود فم حكامة وفم بنية تعتني بالبحث العلمي بصفة مستقلة شوي عن جامعات، ياك نضبطوا هذا القطاع. هذه الهيئة هيئة وزارية، معناها أنا أعطاها كاملين وزارة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية، يعني يترأسه رئيس الوزير الأول وأعضاء الوزراء، يعني القطاعات في شكلين، فيه قطاعات دائمة يعني القطاعات الحيوية اللي عندها ارتباطات بالحياة الاقتصادية والاجتماعية وعندها فضاء واسع في البحث العلمي وربما عندها مراكز البحث العلمي، كيف قطاع البيطرة، قطاع الزراعة، قطاع المعادن، قطاع الصحة، قطاع التعليم العالي، طبعا البحث العلمي قطاعات، ولكن حقيقة البحث العلمي كل القطاعات معنية ما خلق. إذا إلى أن لا نجي نشوف الحكومة قاعدته، إذا هذه البنية اللي يعود فيها ذوك القطاعات الدائمين، يقدر أي قطاع عنده اقتراح في الدورة يقدر يقترح بأنه يجي يشارك، لأنه لا يقترح على عندي قضية اختيار تندرج في البحث العلمي وعندها انعكاسات على حياة المواطن وعندها انعكاسات على حياتنا الاقتصادية والله عندها انعكاسات على بنية كذا وكذا. إذا مفتوح ذيك العضوية الأخرى للكوميتي اللي ما برادوك، مفتوح لكل القطاعات، إياك نعدلوا مسح دائم للقضايا الوطنية كذا. إذا هذه يعني ترصد هذه الأولويات، لا رأس الأولويات، هذه هي اهتمامات الدولة وهذه المشاقل الحكومة اللي يعطي الباحثين يهتموا بها. ما نعود كل باحث ماشي عدل على هوايته والله عدل حسب علاقته، درس المريخ واللي درس القمر واللي إذا هو واحد في الإكزان واللي يعني لا بد ارتباط بين البحث العلمي واهتماماته. الهدف الثاني والله المسؤوليه الثانيه على هذه الهيئه، منين شنو الغلاف المالي اللي مستعدين ترصدوا البحث العلمي هذه السنه؟ هذا اللي ما هو خارج، ما اليوم فيه اي رصد مالي لا على مستوى ميزانيه الجامعات ولا مدارس التكوين العليا ولا على مستوى الوزاره تمويل للبحث العلمي، لا تمويل للمخابر، لا تمويل لفرق البحث، لا تمويل التنظيم لدوات علمية، لتنظيم التكوين الباحثين في طارات. وحتى البحث العلمي يعني البحث الطلابي مازال لمستوى الماستر والمستوى الدكتوراه، ما فيه مدارس دكتوراه تعود مرتبطة بهذه سياسة الدولة، لأن اليوم ماستر كل حد يفتح ماستر كما يشاء بدون أي ارتباط ولا. إذا هذه إن شاء الله تكون اللجنة الأولى في هذه البنية، غير لا يعود عندها رضاع تنفيذي اقتراع هو اللي وكالة الوطنية للبحث العلمي، وهذا في خارج البنية خارجة في العالم كامل، في فرنسا ديالها السيناريس وفي المغرب ديالها اليماريس، أي دولة عندها ذراع تنفيذي تعود وكالة البحث العلمي في أمريكا ولا في العالم، وهي اللي تقبل أوليات الدولة وتنظمها حسب مشاريع علمية، تلوذ الخبراء اللي يتعاملوا معاهم وياك، يعدلوا لها برامج، تلوذ الفرق اللي يتمول في الإطار، يعني يترشحوا الباحثين كلها حسب تخصصاته،
على المجال الفلاني ولا القضيه الفلانيه ندرسها ولا نجبر التمويل، تخلق فهم اتفاقيه بين الوكاله والمخبر ولا بين الوكاله والفريق الجامعي الباحث، ويعود فيه برامج وفيه يعني تمويل وفيه محاسبه وفيه رقابه وفيه تطور وفيه بحث يعني. اذا هذا هو مضمون كان مرسوم، و معول عليه كثير لانه هو الخطوه الاولى الترشيد وتحسين واعطاء دفع جديد للبحث العلمي في بلدنا. طبعا بالتعليم العالي ما يقدر ينجح يكون عاد معاه بحث علمي، ينعود معاه بحث ما معاه بحث علمي يعود كانه عندنا منظومه تكون السلك الاول من التعليم العالي الليسانس، يعني الليسانس حتى المستوى الليسانس ما في بحث علمي. يعني من الساعه اللي بتقول السلك الماستر والدكتوراه عاد بحث علمي، اللي نعود ما موجود فضاء البحث باحثين عنه مثلا، هذا هو اللي ضعف اليوم جامعاتنا، الناس كثيرتها يبقي يجلس الخارج على الدراسات، واحنا عندنا كثير من المشاكل اللي يطلب دراسات ويطلب تعميق ويطلب بحوث ويطلب نشر ويطلب محافظه على التراث وفي كل المجالات. اشكال انه لا المجالات الاقتصاديه والمجالات القطاعات الانتاجيه هذيك مهمه، يعني عندنا في مجال الثقافه عندنا تراثنا الثقافي الادبي منه والمكتوب وحتى الشفهي والامثال الحسانيه، وعندنا التراث بكل انواعه يعني، وعندنا مشاكل البيئه وعندنا مشاكل الفقر والمشاكل الاجتماعيه ومشاكل تطور مجتمعنا ومشاكل التحديات الجديده من تطرف ومن انحراف اخلاقي ومن تهديدات وكذا يعني. وفي مجال الاقتصاد عندنا مشاكل البنيه الاقتصاديه ويعني تخلق بحوث على المنظومه وعلى كيف تحسن وكذا يعني. ما في قطاع اليوم حتى في الدفاع يعني ما قضيه البحث العلمي مش كل النطاعات اليوم، الجيش فيه كذا من باحثين يقدروا يتعاملوا مع وزاره الدفاع في مجالات شتى، سواء مجال تحرك الرمال ومعرفة بنية بلدنا ومحيط البي يعني يساعدهم في عندهم خريطة واضحة وتعود عندهم أن خريطتنا تحرك في تحرك رمال في زحف. وهذا اليوم فيه الناس تعدل محاكاة تعدل برامج محاكاة تساعد، وعندها انعكاسات طبعا اقتصادية وعندها انعكاسات حتى أمنية وعندها أمور يعني زوايا مختلفة. إذا إن شاء الله تعود لبناء ولية مباركة في بناء هيكلة وحكامة للبحث العلمي، وهذا بنيته لا تكتمل لين تعد ذيك الوكالة، لأن ذيك الوكالة هي اللي تربط تعود عندها هيئة فيها المراكز كاملة، مراكز البحث العلمي. ذاك اللي منها جامعي وذاك ما هو جامعي. اليوم فيه بحث يعني متشتت. فيه مراكز بحث العلمي ناجحة وعندها كثير من المعلومات وعندها كثير من المعطيات العلمية، يعني ما عندها أي علاقة بالجامعات. إذا ما هي معروفة للمستوى العلمي لأنها ما تنشر. عندكم لوني سبا هذه اللي في المجال البحري عندها فضاء من المنتجات العلمية والمعطيات العلمية غير معروفة، لذا لأنها ما هي معروفة لمستوى الجامعات، لأنها ما هي معروفة على مستوى المجلات العلمية اللي تنشر في هذا الإطار، ولأنها طاقمها ولو عندها طاقم جيد عندها طاقم دكاترة وعندها ناس كذا، كان ما هم في إطار التعليم العالي عندنا، وعادوا شوية كأنها بحث علمي تطبيقي، ولكن يقدر يرتبط مع الجامعات وعندهم رابط ياك المعطيات والمعلومات يقدروا يستخدموا على المستوى النظري وعلى المستوى التطبيقي وعلى التحسين وعندهم تدريب للطلاب ومحسنين. اذا على العموم هذه المجالات مهمه، وهذا كان مجال. الشيء الجيد الثاني فيه هو الرصد الغلاف المالي للبحث العلمي، تمويل البحث العلمي، وهذا غير موجود. تمويله طبعا يدور يدخل فيه الدوله وميزانيه الترصد الدوليه يا غير، يقدروا يجبروا اليات اخرى مبتكرة، مشاركات مستثمرين ممولين مهتمين بقضية معينة في مجال معين. إذا كل المجالات تدور تفتح إياك نجبر دعم وتنطرح آليات التعاون الدولي ويفتح لها مجال ويفتح تكوين المجال. إذا كان على العموم هذا هو مضمون هذا النص. شكرا جزيلا. سؤال لا يعود بنفس النطاق اللي كنت تتكلم عنه ما يتعلق بهذا البحث العلمي. هنا مركز قالوا كيف تطرقتوا عليه مع الوزراء البحث العلمي خصوصا المحيطات، من دراء ذي الوكاله وذي المجلس شنو الطريق اللي قد الباحث يحصل بها على تمويل من اجل البحث اللي يعدل،
وهناك ملي اعتقد باحثين داخل لسون اوروبي دون ماديبو اللي زاد هما في السنوات كلها عد البحث يبدو على انه هناك جانب والله الدول حتى انا عاد تشريهم لان موريتانيا ما كانت حقيقه مهتم بهم، لان هناك جانب عاد يمولوا باحثين داخل لسون اوروبي من اجل يعطوهم السايد يعني البحر يمولوهم. وارك الحمد لله الدوله بدت استرجع هاي القضية، وهناك باحثين أعتقد أنهم يجب عليهم ينقلوا بعين الاعتبار مع الوزير. ثانيا من رأي ذي الناس اللي ذي الجمعية اللي يقولها أنا علمي اللي باحثين عن العمل، من رأي كانكم مع الوزير لا يتدمجون من جديد والله تعطيهم تمويل من جديد من أجل بعد قاع يمولوا لهم بحوث بدلا من تراودوا للعمل، لأن يعني هذا مهم، وهم يبدو عنهم كلهم يقول عنه أنا واقف يقول أنا علمي وندور الشغلة، هذا قاعد عادلهم فرصة من جديد ينتموا من جديد ويجبروا التمويلات جديد. ومن رأي كان الناس اللي يقولوا اللي قطع عدد بحوث كان مزات مشروع ماشي عليها والله لا الحد عنده بحث جديد، الناس اللي قطع عدد دخلت بحوث كان معنية مولي بهاي الوكالة والله لا الطلاب والله الناس اللي عنده بحوث جديد. شكرا معي شكرا جزيلا. أنا اللي من الموضوع ما فهمته حتى احنا غريك ما أنا بالوكالة، الوكالة أعطيت عنها نموذج لا يجي الدور تخلق إن شاء الله غريك اللي خلق المجلس الأعلى و هي خلي البنيه حتى يخليها البنيه النظام القانوني يطرح القواعد، ما لنا في التنفيذ ما لنا في العمليه، العمليه شيء القاعده شيء، خلونا نطرحوا رايك بعد القواعد رانا عاد ذاك نقول التنفيذ. طبعا اي باحث غير باحث ما هو كل حد عدل البعض باحث عنده مواصفات علميه دي كاليفيكاسيون، انا ماني نتكلم عن حد مش عدل هو بحث شخصي على القضيه الفلانيه قاعد يعدل بحث، ذاك عنده اخصائيين فيه هم اللي يعرفوا شنو الباحث وشنو مواصفاته ومن عنده الحق بطاقه كانه باحث، لكن صحافي عنده بطاقه مهنيه واذا معتمد خارج الناس اللي تكتب في مجالات مختلفه ولا اي باحثين بالمفهوم العلمي، هذه منظمه وهيئه وهيكله البحث العلمي الجامعي بحث علمي المعتمد عم نتكلم عليه بصوره عامه. المراكز كيسيان اوربي وي مركز عالمي معروف يعني تعرف الهيكله ودوله الحكامه عدلت بين الناس اللي دور معلومات الموريتاني تتصل مباشره بالباحث ويعطيها المعلومات، اذا ذاك ما يخسر شيء كان قاعد كانت فم هيئه وطنيه عود فم نشر وطني وعود عنده طاقم وعود فم يعني اذا كامل متكامل يعني احنا هون في اطار البحث العلمي المنظم البحث العلمي الجامعي واهتمامات الدوله اذا جامعي اساسا قال ذاك منه ملي تطبيقي عنده هيئات اخرى يخلق فيهم ترابط وتعامل وميتياليزاسيون دي مويان قال كله في طارو فيه مجالات تابعين لوزاره الصحه عندها مراكز البحث البيطره عندها مركز ولا اثنين عندهم الكنارف عندهم مراكز مهمه عندها تاريخ وعندها رصيد في البحث العلمي يعني غير ما هو تعليم جامعي تعليم مهني لان يعني يؤدي حاجات مهمه ربطوا في المجال نقول بحث علمي احنا ندور بحث علمي هون اللي اولا عنده مصداقيه دوليه وعنده مصداقيه علميه وعنده كذا عنده لك الحد ولا قضيه استفاده طبعا دور يمول الفريق ويمول المخبر ويمول البحث يقال لا في اطار ما هي قضيه شخصيه ما هي قضيه منظمات اهليه ولا كذا ما نشاك عن ذاك كل باول مرتبط لكن لا يتم هون في اطار تنظيم ووكاله دور تعامل مع الجامعات ومع المراكز قضيه انا علمي هذه منظمه نظام الشبابية طلب الترويد للعمل وحق لهم ذلك غير ما عنده علاقة بذا نعلم الناس كامل عند الشهادات وياسر عند الشهادات والبطالة يعني للأسف لأن إما القاعدة الاقتصادية ما قادر على تسعب ذا ولا ولا عاد علمي عود باحث لا باحث عنده درجة عنده مستوى عنده دعليات العمل مهم يلتم نوفر يوفر العمل للشباب ويولدوا العمل يقدروا يعملوا في الجامعة ولا في مركز ذكر واحد ثانية عنده ترتيبات وكذا أنا ما تقدر تعود جواب هاي الهيكل ما تقدر تقول جواب سياسي جواب عملي نزيه ويعود يبقى الا يفقد مصداقيته البحث العلمي ما تقدر تعادل بالسياسه ولا زبونيه ولا كذا لا انا هون نتكلم في جديه يعني ما تقدر تقول نعطيكم كذا لا ما نشرف عنه واللي له يقدم خلينا موضوعيين انسان قد يجبر شهاده عليا ولا يلافظ الحظ مع موافقه اللي دور في ذاك الوقت في ذاك المكان قد يعقب يتيسر له بعد ذاك بعد سنوات وقد يعقب يجبر افضل منه على مسار اخر يعني هذه سنه الحياه ذلك. عندي عني حط بسؤال شكرا جزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم رمضان كريم. حصل لي الشرف اليوم باني قدمت بيان خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم متعلق بتعرير تقرير للجنه التراث العالمي لليونسكو
حول الحاضرة الوطنية لحضاركي. كيف تعرفوا مثلها تقديم مثلها مشروع هذا القانون في بيان لمجلس الوزراء إن دل على شيء فإنما يدل على العناية الفائقة التي تتولها الحكومة لصيانة التراث الإنساني والعالمي. المعروف أن الحضيرة كيف تعرفوا كاملين مصنفة لدى اليونسكو كتراث عالمي للإنسانية. وأي تطور وأي طفرة تكنولوجية والله تنموية لا محالة ذاك النوع من الأمكينة عي لابد من موازنة مع انقباض الإجراءات اللازمة لحمايتها. وطبعا الطفرة التنموية شهدتها البلاد من استكشافات بترولية ومن معادن ومن شق طرق ومن بنى تحتية ومن استحداث المدن ومن طبعا هذا لا محالة يولد هاجس في حماية هذا النوع من الأمكنة يجب أن تتضاعف، وهذا هو الشيء اللي قامت به الحكومة الموريتانية طبعا. وهذا التقرير اللي طالع عليه مشروع التقرير يدور يقدم إن شاء الله في اجتماعات اليونسكو القادمة في الشهر القادم من 10 إلى 20 يوليو التي ستنعقد في اسطنبول بحضور وزارة الثقافة. هذا التقرير يذمن ما قامت به الدولة الموريتانية خصوصا ذاك المتعلق بفك العزلة عن الحظيرة، وخصوصا ذاك المتعلق بالمراعاة الجوانب الاجتماعية في مجال كل قضايا البرامج الكبيرة المتعلقة بالاستكشافات سواء تعلق الأمر بالمعادن أو بالبترول. يتعلق أيضا هذا التذمين بما قامت به وزارة الصيد وبما قام به من مراعاة الجوانب البيئية بشكل متكامل ومكثف، مراعاة لصيانة هذا المكان الهام الذي يحتل الصدارة في الأمكنة العالمية المصنفة وذا أهمية قصوى للمجتمع الدولي. شكرا. يبدو أن الدولة قطعت عدل التشين قالوا هيبة الأرض دون على تير، وهناك منظمات كانت تشارف عليه من درم الوزير كانوا يكون منظمات من زارو حقيقة معنا عاطين عين الاعتبار بذي الهدية القطعة درت موريتان اللي هداته عاطين قال لهديته الأرض دون لاتير. فعلا هي هو آن بري نعطين قالوا دون دلاتير وقاطن طالهم اللي لبري رمصاء، وهذه طبعا مكتسبات كاملة هي اللي طبعا تتنزل في هذا الإطار هو ضرورة الحفاظ عليها وضرورة مواكبتها كامل ياك تتطور وتحصل على الأهمية شيئا فشيئا. مستمر طبعا هو ستامبري سيد الوزير، لماذا لا تثمن الأغلبية والمجلس الأعلى للشباب والمعارضة الوطنية هذا القرار السيادي اللي قام به سيد الرئيس تفتيش المنظمات الدولية وتفتيش المؤسسات اللي كيف موريتانيا وكيف تازياز من أجل مرتنة العمال؟ وشكرا. أنا استولى عن الحوار السياسي من الحق إجاز كبير مع الوزير. يتم الحديث الآن عن أزمة بين الحكومة واتحاد أرباب العمال الموريتانيين. رئيس الاتحاد يتهم الحكومة بمحاولة انقلاب تنظيم انقلاب عليه لعزله بطرق غير شرعية. الحكومة ربما لها ما تقوله في هذا الشأن. ما الذي يجري خلف الكواليس حول هذا الموضوع تحديدا؟ هل هناك فعلا رغبة من الحكومة للتخلص من هذا الرجل باعتباره مزعج أو مزعجا، أم أن الأمر يتعلق بمسألة قانونية بحتة؟ الله اللي أعلن بالنسبة للمطار رجال المطار الأنظار تتجه هو لا للاعتزاز والافتخار وتذمين هذا المطار الجديد اللي يعتبر بالنسبة للموريتاني بالنسبة حتى للمنطقة يعتبر مشروع هام جدا ومكسب كبير للموريتانيا ومن أهم المشاريع البنى التحتية اللي أقيمت موريتانيا الفترة الأخيرة، وهل إنه مصدر اعتزاز وفخر وفرحة لكل الموريتانيين ينبغي أن يكون الاتجاه في هذا. أما هذه الهوامش الأخرى اللي ما هي مؤصلة ولا هي مؤطرة ولا هي موثقة فهي مجرد ينبغي أن توضع في سلة المهملات، ما راح لها مجال خصوصا ونحن نعيش فرحة افتتاح المطار ونعتز به. بالنسبة لي يتعلق بموضوع الحوار، طبعا مرتبة الوظائف هذا سياسة للحكومة من فترة من تقريبا 2009 ليلة، واعتقد انها مثمنة من طرف الجميع، ما في الأغلبية طبعا مثمنها، لأن يعني هي الأغلبية الرئاسية وهي الحاكمة،
والمعارضة أيضا أعتقد أنها تثمنها، أعتقد أن الموريتانيين أفرادا وجماعات سياسيين ومثقفين وفاعلين اقتصاديين ومهنيين واجتماعيين يثمنوا مقتلة الوظائف، لأن هذا مطلب وطني، وعند كل الدول كل دولة توطن وظائف. ولذلك ما أعتقد أن حد لا يثمنه، لا في حد يعترض عليه، وهو مثمن عقلا ومنطقا ووطنا وقانونا بجميع المعايير. بالنسبة لموضوع الحوار اللي سولت عنه، طبعا الحوار جاري، المشاورات حول جارية، وهو جاري الآن، حوار بمفهوم واسع، لهم اتصالات متواصلة، الدخول في الورشات العملية، المشتتات العملية، هذا مازال، لكن مقدمات الحوار والمرحلة الأولى من الحوار والتواصل في شأن الحوار والتلاقي في موضوع الحوار والاتصالات جارية. بالنسبة لموضوع اللي ذكرت حول موضوع اتحاد أرباب العمل الموريتانيين، طبعا هذه كما تعلمون هيئة محترمة تضم خيرة الفاعلين الاقتصاديين، وهي الشريك للحكومة والشريك فعال وله أثر الاقتصادي والاجتماعي المهم. كل ما في الأمر على هذه الهيئة رئاستها تقريبا لها فترة منتهية مأموريتها، وبما أنها الشريك للحكومة طلبت من الحكومة أنها تجدد هيئتها لكي تكون في حالة صالحة لأنها يتعامل معها كشريك. هذا كل ما هو ما في الأمر، لا أكثر من ذلك ولا أقل. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.